أكبر 10 مدن عربية. مدينة الجزائر عاصمة الدولة الجزائرية، أسست عام 944 هجري، تضم 3.5 مليون إنسان، تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. مدينة الإسكندرية المصرية تأسست عام 331 قبل الميلاد، وتضم 3.5 مليون إنسان مصري، تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. 8. مدينة حلب السورية تأسست عام 6300 قبل الميلاد، وتضم 3.780 مليون إنسان سوري، تعتبر عاصمة الشمال السوري، وهي المركز الاقتصادي الأول والصناعي الأول في سوريا. 7. مدينة جدة في السعودية تأسست عام 600 قبل الميلاد، تضم 3.850 مليون إنسان سعودي، تأسست قبل الميلاد، وتقع على البحر الأحمر على الساحل الغربي للجزيرة العربية. 6. مدينة الدار البيضاء عاصمة المغرب الاقتصادية، تأسست عام 668 ميلادي، وتضم 3.850 مليون إنسان، تقع على شواطئ المحيط الأطلسي. 5. مدينة دمشق عاصمة سوريا، تأسست عام 8000 قبل الميلاد، وتضم 4.5 مليون إنسان، وتعتبر أقدم عاصمة ما زالت مأهولة بالسكان. 4. مدينة الخرطوم عاصمة السودان، تأسست عام 1821، وتضم 4.950 مليون إنسان، تقع على مجرى نهر النيل. 3. مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، تأسست عام 100 قبل الميلاد، وتضم 5.700 مليون إنسان. 5. مدينة الرياض عاصمة السعودية، تأسست عام 100 قبل الميلاد، تضم 5.700 مليون إنسان. مدينة بغداد عاصمة العراق العظيم، تأسست عام 762 ميلادي، تضم 8.400 مليون إنسان. 6. تقع على نهر الفرات. المدينة الأولى عربيا، مدينة القاهرة الكبرى عاصمة مصر، تأسست عام 969 ميلادي، تضم 22.986 مليون إنسان. مصر تقع على نهر النيل. 5. اضغط اشتراك أو سبسكريبشن ليصلك كل ما هو جديد من قناتنا.